السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الإعلامي عماد زيد من مخيم الجلزون. أنا حاليا موجود في منطقة نعلان في المزرعة الغربية، ومعنا الأستاذ وسيم مسؤول عن هذه المنطقة. أستاذ وسيم، ممكن تحكي لنا عن هذه المنطقة لو سمحت؟ تفضل. احنا في كريه المزرعه القبليه في جبل نعلان اللي كان يتصادر من الاسرائيليين من الاحتلال. هذا الجبل الى تقريبا 3 سنين قاعدين فيه ليل نهار، في شباب مرابطين فيه ليل نهار من كريه المزرعه القبليه. هذا كله اللي عمروه اهل البلد في منتزه جايين هان تقريبا من الحكم المحلي ب 600,000 شيكل. يعني باذن الله ان شاء الله شهر او شهرين بلشين فيه شغل. هان سقط عنا شهداء، سقط عنا جرحى، يعني احنا مش قاعدين هان الا من يعني خسرنا شهداء وجرحى، بس اللي بده ارضه واللي بده وطنه بده يقدم شهداء وجرحى. صحيح. شايف؟ واسرى كمان. راح عنا 120 جريح في الجبل، جبل نعلان، في خلال 3 شهور حكينا، وراح عنا شهيدين اسرائيليين بقوا حاطينهم عينهم عليه لانه عالي، جبل عالي. وبين 4 مستوطنات تقريبا، نحلائيل بسموها نحلائيل، بسموها نحلتل، اللي بسموها دول ابو تلمون، نعم. حرشه. احنا هالكيد قاعدين في جبل نعلان، جبل عالي، بنيجي في الليل بنيجي في النهار، ولا واحد يكرم علينا، لا مستوطن ولا جندي اسرائيلي. شايف؟ صحيح. تفضل. هذا النافوره سووها الشباب بديهم، يعني كل شيء نشتغل هان ما فيش تفعيل، كله تطوع لله، يعني تطوع لهالجبل للبلد. هذا الخيمة اعطوني الامن الوطني، هذيك حمامات، هناك جرفان، هناك غرفة كافيتيريا وقاعدة منيحة، هناك في عنا كوخ، هذا الحرش قاعدة حلوة تحت تتفرج على الحرش مثلا، في عنا بيار مي، بيار تقريبا 70 كوب مي في سعر البير. هلا خلينا ندخل هنا استاذ وسيم. خربة طيب، خلينا نتفرج على الخربة استاذ وسيم، بس خلينا بنجيكم الخربة الموجودة في نعلان حاليا. نحن هون كاملة فوق خربة. طبعا هذا المكان بيجي عليه استاذ وسيم، هذا المكان بيجي عليه ناس. بيجي عليه ناس كثير. في اي وقت تقريبا بيجي عليه ناس؟ في النهار وفي الليل بيجي عليه، ويوم الجمعه بيجوا عائلات من كل القرى، بيجوا من رام الله، من وين. حلو، ممتاز. شايف هان كان مسجد، كانوا اليهود يجوا يصلوا فيه اعتبار انه كنيس ولا مش عارف يسموه. هدناه وسويناه عشان بطل يصلوا هنا، بطل. هذا كان في كنيس يهودي؟ مش كنيس، جامع. جامع جامع جامع، نعم. هم بقولوا كنيس. ايوه حلو. هذا جامع. فهم هدوه يعني؟ احنا هديناه نبي نبعدهم عنا، بطل يجوا علينا مرة. بالضبط، كل احترام لكم. لو كنيس غصبت عنا بيجوا. كل الاحترام لكم اخوي وسيم. هذا بير مي. طيب هذا خلينا احنا نشوف. مؤسسة عفوا. في مؤسسات هناك. هذا الشبك وزارة الجدار اعطونا اياه. هذا هو البير. هذا البير 70. شوفوا بعد هذا البير، بس كان هو البير بس حاطين عليه كراسي يقعدوا فوقه حاليا. في قاعدة فوق. بس خلينا نطلع نشوف البير بس اذا في مجال. هذا كذا البير يعني صار له قديش تقريبا ابو؟ هذا مهجور له تقريبا 70 سنة 80 سنة مهجور. احنا عمرناه جديد وكسرناه ورممناه وظبطناه على شرق مؤسسة اظن الهيدرولوجيين. اها. الهيدروجين دعمونا اياه، واحنا عمرناه وظبطناه احنا وياهم ونستعمله مي للجبل. حاليا بتستعمله؟ صحيح، هو تفوق روح النازل. في كمان واحد. في واحد. ممتاز جدا. شو في عندنا هون؟ تفضل. المراجيح هذول قطموهن المستوطنين، باكين 3 اخذوا 2، قطموا السحاويل واخذوهن. هذا اول المعركه اللي بيننا وبينهم. هذه الكلام عن الشاب. صحيح. في عندنا كوخ بقعد عليه قاعد يعني بس منظر. تفضل تفضل. برا الشباك، وين احنا مسكرين شبك هان مشان ولا ولد يطلع برا، لان كله مغاير وبيار. حلو، انا في مغاير وبيار يعني في اثار موجوده ورا الشبك هذا. صحيح. يا جماعه، فهم بيسكروه على اساس انه الاطفال ما يروحوا غاد ولا يكعوا يصير فيهم شيء. كل احترام لكم. اثار تركي، تركي بيجي بيزنطي، رومي بيزنطي تركي يعني بيجي. هذا هو. ايوه هذا الكوخ اللي بيطلع عليه عشان متهوى هيك الاولاد. تمام، ممتاز جدا. هذا في عندك المغاير، هذا شو هي يا ابو؟ هذه المغارة تركي. كل الجبل هيك في مغاير الساعة معمرة زي ما هي جديدة يعني. هذه مغارة بس بلاش ندخل عليها، بس يصير فيها شيء. لا بتدخل عليها، في مغاير كثير تدخل عليها. في مغاير جرانيتي من جوا كاملة. حلو كثير. فيعني باعتبار هذه المنطقة منطقة أثرية يا أخي وسام، صح ولا لا؟ صحيح، أثرية صحيح.
طيب بس شوف عندنا كمان نقدر نحكي عنه في هذه المنطقة. في عندنا لسه بعد ظروف أربع خمسة ظروف بيعملوا ظروف فيها الشباب تيجي والعائلات اللي تيجي قدام. إيه الضرب هذا طبعا بدك تحكي لنا عنه شوي بالله، يعني شو الضرب عشان في ناس بتعرف شو الضرب. الضرب عبارة عن برميل، برميل مدفون في الأرض شايف؟ خلينا بس نشوف منه. أيوه بحطوا الدجاج والبصل والبطاطا والبندوره واللي بحطوا جواه شهيتنا وبنحاش بنزلوه في الارض لمده ساعه ولا نار في ساعه. وين موجود هو؟ في الارض هذيك قدامنا ابو 50 متر يعني. لا خلينا بس من بعيد بس نشوف الصوره من بعيد. هاي الارض شايف السكن الغاز بنحطها هون هذا شباب. لا خلص مش مشكله. هذه المنطقه بيعملوا فيها الزرب زي ما تفضل اخو وسيم. هاي بلشنا نبني بنا، بلشنا يعني يدعمونا الناس، ندعم اصحاب الاراضي والاراضي اصحاب الاراضي بلشوا يبنوا بنا ولا بثبت الارض الا البنا. ممتاز باذن الله. هي حابين ثلاث طبقات، هي حابين هناك حصاب بنايتين مناح عندنا، وهي في بنايه تحت باذن الله خلاص. وفي اجانا جامع، واحد تبرع في جامع كامل بسطح 100 متر يعني كل احترام بدون ميذنه، جامع صغير لرمضان. الله الله، يعني هذا الناس يكونوا موجودين، هذا يتأخروا في حال تأخرتهم على ذهابهم لبيوتهم بيقدروا يعني يا جماعة انهم يصلوا هون ويفطروا هنا بهمة اولاد مزرعة الغربية. والاخ وسيم طبعا هو مش بس للجنة موجود في لجنة المزرعة الغربية وبيشتغل في البلدية هون، وكل احترام لك اخي وسيم. خلينا اذا نشوف في مكان اخر اخي وسيم نشوفه اذا فيها موجود اثار شيء نقدر نشوفه. خلينا نطلع نشوف الكوخ. طيب بس هذا هو الكوخ الذي يتحدث عنه اخونا وسيم. بدي ايام اي سنه يا وسيم؟ عمله شب، هذا شب اجى يتطوع عمله شباته وعمله. شوف حتى هون في مغاير، انا بعرف جزء فيها حياه ولا مش حياه. لا مش حياه، بخاف الواحد منها. ولا ضباع ولا كلاب ولا غيره. كلاب موجوده بلا. هذه المنطقة المزرعة الغربية، منطقة أثرية. احنا طلعنا فوق الكوخ عشان نصور المنطقة من فوق. هذا كوخ بالداخل، كوخ صغير ولكنه أثري. هذه هي المنطقة التي تحدث عنها أخونا وسيم، اللي هي منطقة نعلان الأثرية. بيجوا الناس بزوروها كثير هنا، شمات هواء، بيعملوا زلب، بياكلوا بيشربوا. وعجبني في حديثه عن المسجد اللي بيعملوه خاصة في رمضان الجاي إن شاء الله رب العالمين. الله يعيده علينا وعليكم بالصحة والسلامة يا رب، وكل الأمة العربية والإسلامية بكل خير. تفضل إذا عندك كلام أخوي وسيم. تقريبا هذا في أشياء جديدة ممكن تعملوها يعني؟ في منتزه كامل إن شاء الله من هلا شهر أو شهرين على الفيشة قوية هذا بيسلمونا منتزه كامل. منتزه بدون دخوليه ولا شيء. يعني دخوليه تشكلين اللي بدي ينظف بس فقط ورا. اها يعني بشيء رمزي يعني. زي يعني منتزه البلدية باعتبار. طيب اخي وسيم شو في عندكم معالم في المزرعة القبلية او الغربية غير هذا المكان؟ عندنا ثلاث مناطق اثار. عندنا في دير سعيدة اثار. هذه منطقة نعلان اثار. عندنا اخرى في حراشة اثار. حراشة شو هي؟ شو هي حراشة؟ حراشة ان شاء الله المرة الجاية نحن نعمل فيديو عن حراشة ان شاء الله. حراشة فيها بيارة وارض بتجنن، فيها نبعة مي قوية صيف صيف الشتاء. حلو. اجوا حطوا لنا مستوطنة جنبها، مهمة وين الاحتلال ما هو سرطان زي ما بيقولوا. عادي عادي جدا. وين ما في ارض حلوة بلزقوا فيها الاسرائيليين. وخاصة المناطق الجبلية العالية. الجبلية والعالية والحلوة. طيب كانت هذه القدامة هي المزرعة القبلية اخي. هذا المزرعة القبلية هذه من هام تبلش مزرعة غربية 3 كيلو لاول بلد. لا اول دار هان تيجي تحت عند الجامع القديم، اخر دار عند الجامع على البترول 3 كيلو مسافة البلد 3 كيلو. هذه هي المزرعة بس صحيح. المزرعة القبلية كبيرة يا اخويا وسيم مش صغيرة. 7000 نسمة. انا جاي بالسيارة يعني شفت هذه المزرعة، بالفعل المزرعة الغربية قرية كبيرة وفيها كمان زي ما حكى لنا احد الشباب انه فيها بلده قديمه. مظبوط هذا الكلام؟ بلده قديمه بتجنن مرممه ومظبطه طيب هذه البلده القديمه يعني بالنسبه لعمرها يعني كم عمر كم عمر المزرعه الغربيه؟ يعني من ايامنا ولا من ايام ال 48 وما قبل 48؟ هل سكنها ناس؟ يعني بتحكي على 250 300 سنه؟ توقع مش بعطيك معلومه صح. 300 سنه. 300 سنه. لا تاريخ
ما شاء الله، يعني بلدة فعلا أثرية وقائمة على أراضي كبيرة فيها فيها منطقة. طبعا. طيب أخوي، البزعة الغربية على إيش تعتمد؟ يعني على بالأشجار، على الأغنام، على البزعة الغربية أكثرهم يعني فيه موظفين، الأكثر فيه مقاولين. نعم. بناء كسارة مقاولين أكثر. طيب يعني أنا بقصد يعني هل يعني موجود عندكم يعني أشجار زيتون بكثرة؟ عندكم صحيح. عندكم مثلا زيتون وعنب وتين، حيوانات مثلا للمزارع، حيوانات موجودة عندكم في البلد؟ قليل قليل. يعني اعتماد أهل البلد على العمال بالعربي يعني. الزيتون والتين والعنب الأكثر، هذا الشجر أكثر شجر. بارك الله فيك، اشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمه اللي اعطيتنا اياها بالنسبه للمزرعه الغربيه، وخاصه المكان اللي نحن جينا عليه اللي هو منطقه نعلان. وهذا الكوخ طبعا نحن خبرنا صغار كانت احنا والشباب، تعال هون ابو ضياء سمحت والله كنتكم على البلد هون. وعلى الاذان الله اكبر، كان معكم الاعلامي عماد زيد وخيم الجلازون. لا تنسوا اشتركوا في القناه وتفعيل الجرس ووضع لايك، وإلى اللقاء في فلوقات أخرى في المزرعة الغربية وقرى أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.